اننا مضمون حلقتنا النهارده بتتكلم عن النجاح والطموح وتحقيق الاحلام. اتمنى اكون ببث لكم طاقه ايجابيه ان شاء الله. انتهت سنه 2019 وبدات سنه 2020 بان احنا نقدم التهاني والبرقيات لانفسنا ولاحبابنا، وحطينا خطط لمستقبلنا ولما سنفعله في سنة 2020. ولكن توقف كل شيء، وتوقف الشغف والطموح والأحلام بسبب ما حدث. وبدأت سنة 2020 وانقلبت الموازين وأتت الرياح بما لا تشتهي السفن. فمنا من فقد له أحباب، ومنا من فقد عمله، ومنا من تأثر ماديا، ومنا من تأثر معنويا، ومنا من تأثر نفسيا، ومنا من وجد نفسه وحيدا بين جدار غرفته، ووجد نفسه كان يحصد حصادا لغيره ولم يستفد من هذا الحصاد. فإن كنت من هؤلاء يا عزيزي فاعلم أن القمر وحيدا، ورغم وحدته يظل أجمل ما في السماء. فلا تحزن على من لا يحزن عليك، ولا تبكي على من لا يبكي عليك، بل ابكي على من ملأ الدنيا دموعا من أجل عينيك. واعلم أن السيئون في حياتنا نعمة، فلولاهم لم نعلم للرائعون معنا. فمن رحم المحنة تولد المنحة. ففي ظل هذه الظروف، وظل الفيروس الذي انتشر، وظل غلق المساجد، هذه كانت رسالة من الله لنا، وكان تسهيل لأن يحدث لبعض الناس اللي كانت اتفرقت عن أهلها، حصل في بينهم تقارب ورجعوا تاني لأسرهم، وكان سبب إيجابي ان هم يقربوا لبعض تاني. فتعلم انك انت من وسط من رحم المحنة تولد المنحة زي ما احنا قلنا. فاحلم يا عزيزي، واسعى لان تحقق احلامك واهدافك. فحلمك ليس الذي تراه في منامك، ولكن حلمك هو من تحققه في يقظتك، واسعى لتحقيقه. واعلم أن الطريق مليء بالصعوبات ومليء بالعثرات، ولكن واجه هذه الصعوبات والعثرات بأن تكون على أمل بأن تحقق أحلامك وأهدافك في يوم من الأيام. فاعلم أنك في هذا اليوم الذي تصل فيه لأن تحقق نجاحك ستفتخر بنفسك. واعلم تماما أنه يوجد حولك من يكرهك فقط بسبب نجاحك، وهم فاشلون، فلا تبالي لهؤلاء، فهم لا يبالون كيف نجحت وكيف وصلت. من نموذج النجاح النهاردة معانا، نموذج من نماذج النجاح النهاردة شركة اسمها فايا وورلد. الشركة دي شركة رائدة في مجال البيع المباشر لمستحضرات التجميل الدوائية العلاجية ذات المعايير الإيطالية. صنفت بأنها الشركة الأسرع نمواً وانتشاراً، ورؤيتها أن تغزو السوق المصرية بتلك المنتجات الأكثر من رائعة لما تتميز به من قوة مفعولها وأسعارها التي في المتناول. ومن أحد أهم أهدافها أن تغزو السوق العالمية في الخمسية الأولى لها. وتتضمن تلك الشركة ركن أساسي في تطورها ونموها، ألا وهي منظومة تدريبية لكل من يسعى في أن ينضم ويربح من عالم مجال التسويق. دو أورجانيزيشن، تلك المنظومة التي تضم مجموعة من القادة في مجال التسويق والذين يتمتعون بخبرة عالية جدا جدا في هذا المجال،
حيث تقدم تدريبات أسبوعية لتعلم مهارات التسوق وتدريبات القيادة حتى ترتقي بأداء ممثليها، وأنشطة ترفيهية لفريق العمل لديها بتنظيم رحلات داخل مصر وخارجها. في المجمل هي مؤسسة تسعى لتنشيط سوق العمل وتقديم منتجات ذات قيمة، وتسعى إلى تطوير المهارات لدى شركائها في كل مكان. احنا معانا النهاردة ضيف هنستضيفه، بس ان شاء الله بعد الفاصل، هنطلع فاصل ونرجع نستضيف الضيف اللي معانا النهاردة. مش هقول لكم هو مين بعد الفاصل ان شاء الله، انتظروني ما تغيروش المحطة. شخص مختلف، شخص كله إيجابية، شخص كله تفاؤل، شخص عنده إصرار لأن هو يحقق حلمه، شخص مش فيه حد حب يستند إليه إلا لما وقف جنبه، مفيش أي حد لجأ لأن هو يستعين بيه وتأخر عليه. خلينا بعد الفاصل نستقبله الأول، وبعدين نتكلم في كل تفاصيل الحلقة وعن الشخصية الناجحة اللي معانا النهاردة. فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل بكل إيجابية وطاقة وحب. اتكلمنا قبل الفاصل عن شركة فايا، وقلنا إن معانا ضيف هنستضيفه بعد الفاصل إن شاء الله. قلنا إن الضيف ده بيتمتع بالطاقة الإيجابية والإصرار على إنه يوصل لهدفه، وقد إيه هو عنده عزيمة. وأنا حبيت يكون معايا النهاردة في حلقة من في أول حلقاتي علشان خاطر يكون دافع لأي شاب حس إن هو اتأثر الفترة اللي فاتت في شغله، وحس إن هو عمل مشاريع كتير ووقع. طب أنا دلوقتي عملت مشاريع كتير ووقعت، ما عادش ليا نفس، خلاص حاسة ان انا يئست، مش عارف اعمل ايه، ابدأ ازاي، او خسرت فلوس، او اشتغل فين، او اقدم في ايه، او اكلم مين، مفيش حد سبورت ليا، كل اللي حواليا يا عم انت بتعمل ايه، ما انت ياما عملت قبل كده وعملت مشروع وخسرت، ما انت ياما قبل كده فشلت، ما انت يعني عملت ليه يا عم ما تجازفش. ناس كتير سلبيين في حياتنا وحوالينا بنسمع لهم وبنتأثر بيهم. فأنا حبيت النهاردة يكون معايا مستر محمد عبدو، المدير التنفيذي لمنظومة دو أورجانيزيشن التدريبية. الأول أحب أرحب بمستر محمد اللي منور معانا النهاردة. يا أهلا وسهلا بيك يا أستاذة هند، أنا اللي سعيد جدا جدا بوجودي في البرنامج معاكي، ويكفي اسم شهادة نجاح. أنا اللي فخور كل الفخر أن أنا موجود في البرنامج معاكي. اسم البرنامج دليل وكفيل على ان هو فعلا يكون دافع لناس كتير جدا 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 جدا، فعلا كلنا بنسعى في حياتنا للنجاح. يا اهلا وسهلا بيك وبكل مشاهدينا الكرام. استاذ محمد، انا المقدمه اللي انا قلتها ان حضرتك طبعا عشان توصل للمكانه اللي حضرتك فيها اكيد تعبت، واكيد يعني في عثرات قابلتك في حياتك، واحنا دلوقتي كشهاده نجاح وكبرنامج بهدفه طموح وامل واصرار وعزيمه لاي حد عايز يوصل لمكانه او لليفل معين في اي شغل، حضرتك بس ممكن توصل لنا بدايتك كانت ازاي، خصوصا انك انت اساسا الاول كنت موظف. والله يا استاذ هند مش عايز اقول لك المشروع اللي انا شغال فيه ده مش كان دراستي ولا كان علمي ولا كان ليا اي توقعات ان انا ممكن اروح للمجال ده، بس هو قدرا ممكن يكون قعدت مع حد عرض عليا فكره معينه. الفكره في البدايه بالنسبه لي كانت غريبه، وكنت ممكن يكون مش متقبلها في البدايه، وكان عندي ليها عدم تقبل. بس فكره ايه، لان انولدت برضك في مكان ريفي وفي اسره بسيطه، ودايما الناس بتخاف تاخد حاجه جديده او بيخاف يعمل حاجه جديده. دايما الناس تقول لك ايه، اللي عرفناه احسن من اللي ما نعرفوش،
يا عم كان غيرك اشطر، يا عم لا بلاش، والكلام ده كله لا احنا عندنا معتقد نحن نخاف ما نجهل. ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا في البدايه. وطبعا في ناس دايما بتعيش وبتموت هو على نفس الوضع، بيطلع يقول لك ايه، هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. طبعا بيفضل عايش طول الفتره بتاعته وهو كده، يعني لابس عباية اهله، لابس عباية بيته، ده طبيعي جدا. بس الفكره ان الدنيا بتتطور والدنيا بتتغير حوالينا. تمام. النهارده الناس النهارده بتتكلم مع بعض صوت وصوره. ان زمان كنا عشان واحد يكلم واحد في دوله بره دي كانت قصه، كان ممكن يكتب جوابه قدامه شهر لما يوصل، ممكن يعني اللي كان عنده تطور شويه كان بيسجل شريط كاسيت علشان يوصل دوله بره. صحيح. النهارده الناس بتتكلم صوت وصوره. لو انت ما بتتطورش او اي بني ادم فينا ما بيتطورش في عز التطور اللي بيحصل دلوقتي هو هيموت مش هيكمل. تمام. شركات كتير جدا جدا وقعت بسبب ممكن يكون عدم التطوير ليها. البني ادم فينا لازم يكون عنده ابتكارات جديده، ولازم يكون عنده تطوير، ولازم يكون عنده اهداف وعنده احلام. تمام. ولو واحد فينا فضل ماشي ورا كلام الناس هو مش رايح ولا جاي، لان كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. فكره بدايتي في المجال لما انا بدات وبدات اشتغل، من حسن حظي ان انا بدات ممكن يكون مع حد امين، حد ممكن يكون عنده امل، عنده تفاؤل، عنده طموح، دايما كان بيدفعني لطريق النجاح. وده واحده من ضمن اهم اسباب نجاحي. اذا يبقى احنا محتاجين حد يكون جنبنا سبورت لينا. طبعا في البدايه بيبقى حد بيبقى جنبك وسبورت ليك، لان اصلا نبعد عن السيئين السلبيين طبيعي جدا اللي بيحطمونا. لان يعني في القران بتقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دايما الالفه والعصمه ووقفه الناس جنب بعض دي بتساعد بعض اصلا في طريق النجاح. احنا لما بننجح دايما النجاح الجماعي افضل بكتير جدا من النجاح الفردي، لان لو واحد ممكن يكون ناجح في جماعه مش بيبقى هو بس اللي ناجح، بيبقى مع مجموعه كمان ناجحه. النجاح الفردي بيكون بيعود عليك انت بس كشخصك. فطبعا دي في البدايات ده طبيعي جدا جدا ان لازم يكون يواجهك صعوبات وواحد يحبط فيك، بس لما بيبقى معاك حد سند ليك بعد ربنا طبعا، وبيبدا ياخد بايديك وبيحصنك بالايجابيه، بيبقى دافع ليك في طريق نجاحك. تمام. حضرتك المجال اللي انت فيه ده لا تملك فيه الخبره. تقصد ازاي دخلت بقى فيه وانت ما عندكش الخبره فيه؟ تقصدي ان انا بدات المجال انا لا امتلك الخبره. لا تبدا فيه خبره. اي حد بني ادم بينجح بيبقى لا يمتلك الخبره في البدايه. الدكتور اصلا علشان ياخد خبره الدكتوراه بيتعلم الراوند 23 سنه. وبعد لما بيتعلم 23 سنه بيروح برضك يحتك بدكتور كبير او حد مشهور. تمام. هكذا المهندس، هكذا المحامي، اي حد. ما فيش حد بينجح او في حد ممكن يكون بيبدا حياته هو ناجح، انما الخبره بتيجي بعد العمل وبعد المجهود، الخبره بتيجي بعد الممارسه وبعد المعافره. انما الخبره ما بتجيش في يوم وليله. النهارده لو انا عايز ابقى واحد بسوق عربيه وانا ما بعرفش اسوق، هو انا لما اركب العربيه هيبقى عندي الخبره؟ الطبيعي ممكن يكون في البدايه هيكون في شويه تشالنج وشويه تحديات بتقابلني، وحس ان انا متكتف حتى على الطاره والدركسون، الغيارات انا متلخبط فيها. بس بعد كده ان شاء الله بعد الممارسه انا هاخد الخبره وهكتسب الخبره، وان شاء الله ابقى في المجال ناجح. اي مجال في العالم ما فيش حد بيبدأ عنده خبره. ولو حد خايف يبدا حاجه جديده علشان ما عندوش خبره يبقى انت مش هتبدا في اي حاجه. ده طبيعي جدا. طب ده معلومه كويسه. يعني حضرتك كنت خايف في الاول اول ما بدات المجال العمل ده؟ طبعا ده لازم الخوف. بس انا هقول لك بقى على حاجه يا استاذ هند. اتفضل. الخوف ده انا ممكن يكون اتعلمت حاجات كتير جدا جدا بعد ما بدات البيزنس بتاعي او بعد ما بدات المشروع الخاص بي. تمام. الخوف ده طريقي. دايما كلنا بنبقى خايفين، بس في واحد دايما خوفه على ان انا اكون ناجح ويكون عنده اصرار، ودايما واحد خوفه من الفشل. افرض فشلت، افرض ما عرفتش، افرض انا ما عرفتش اسوق، افرض العربيه اتخبطت مني، افرض انا بقيت مهندس وما عرفتش اعمل التصاميم، افرض بقيت دكتور. لو انا فضلت افرض مش هعمل حاجه. دايما في ناس بتفرض السيء، وواحد دايما بحط افرض بقى نجحت وبقيت دكتور مشهور، افرض نجحت وبقيت محامي قد الدنيا، افرض بقيت مهندس وبقيت انا التوب في الهندسه، افرض بقيت. دايما هو واحد بيفرض النجاح ودايما واحد بيفرض الفشل. دايما اللي بيخاف من الفشل هو بيقع فيه، لان اصلا اللي انت بتفكر فيه بتلاقيه. اللي بتفكر فيه بتلاقيه. لو بتفكر في نجاح انت اكيد هتنجح وهتوصل، بس علشان توصل لنجاحك لازم يكون انت عندك تارجت واضح. يعني انت ليه بتشتغل في التدريس؟ يعني هدفك من التدريس هو في واحد هدفه الماديات بس، وفي واحد هدفه انه يطلع جيل جديد، هدفه انه يكون قائد، هدفه انه يكون معلم قوي، هدفه انه يوصل الماده العلميه بتاعته للناس علشان الناس تبقى واخداه بحب. في واحد تاني لا، انا اهم حاجه عندي الماده والفلوس. طيب المحاماه او الهندسه او الدكتوراه او اي مجال في العالم كل واحد فينا له هدف. لو انت بتبص على الهدف المادي انت مش هتنجح ومش هتكبرش في المجال بتاعك. دايما خلي اصرارك وعزيمتك ان انت بتكون عامل مساعد للناس المحيطه بيك. انا النهارده مثلا دكتور في مجالي، لازم يكون العامل المساعد او الهدف بتاعك الاول ان انت ازاي تاخد دعوه حلوه من واحد كويس، واحد مثلا بسيط
مش شرط اخد منه فلوس بس هيديني دعوه حلوه، بس واحد تاني غني هو اداني الفلوس، يبقى واحد انا ساعدت له ساعدته علشان خاطر يديني دعوه حلوه، وواحد تاني اداني الفلوس. هكذا مجالات الحياه كلها، او هكذا ممكن يكون احنا بنعيش حياتنا ودنيتنا. في ناس دايما بتعيش نظرتها للماديات ونظرتها للفلوس هي ده رقم واحد، فبتلاقيه دايما بيفشل ومش عارف يجيب الفلوس ولا عارف يوصل للفلوس. تبقى نظره ماديه بحته، تبقى نظره ماديه بحته، وبيخسر حاجات كتير في حياته بقى. ده طبيعي جدا. هو ممكن يكون متخيل الفلوس، بس هي الدنيا مش فلوس. الفلوس دي ممكن يكون سبب هو بيمشي حياتك، بس انت لو بصيت ان انت تساعد الناس وتقف جنبهم وتحب الخير للشخص للناس اللي حواليك، ثق وتاكد ان ربنا هيرضيك وانت هتكون في مكان ناجح جدا جدا. في واحد دايما نظرته للناس دايما نظره فلوس، انا مش مستفيد منه، انا مش هعرف اوصل معاه لاي حاجه، انا مش كسبان منه فلوس، ليه اديله نصيحه، انا مستفيد ايه؟ فطبعا حب الخير ده اصلا انت بتكتسبها في حياتك. لان في دايما واحد نظرته للناس نظره تشاؤم، نظرة ممكن يكون بيبص للناس ان فلان ده حلو ليه، انا مش عارف ايه هو شغال في ايه، هو بيعمل ايه، اكيد ده حاجه غير مشروع، اكيد ده حاجه مش كويسه، اكيد ده حاجه مش مظبوطه. دايما نظرته نظره اصلا للناس نظره الفشل، ونظره ممكن يكون فكره البغضاء وفكره الحقد وفكره الحسد ده جواه، فلذلك ما بيعرفش يوصل لحاجه. دايما عينيه على الناس، هو مش شاغل باله بنفسه، هو شاغل باله بالمياه المحيطه، طاقته كلها اهدرها في ان هو موزعها على الناس، ده جاب، ده عمل، ده معاه، ده مش عارف ايه، وبيحقد عليهم الاخر. هو بينفذ طاقته الصح في المكان الغلط، ازاي يبص لنفسه، ازاي يوصل. بس لو انا شغل نفسي بنفسي ودايما بفكر لحياتي وبخطط لحياتي، وازاي ان انا ابقى حلو، وازاي ان انا اقدر افيد المجتمع اللي انا عايش فيه، وازاي اقدر افيد البيئه اللي انا عايش فيها، وازاي اقدر افيد الناس اللي انا فيها، انت ان شاء الله هتبقى كويس. هو مش بمزاجك وغصب عنك، والتطوير ده هيجي لك اصلا بسبب حبك للناس وبسبب احتكاكك بالناس، وده طبيعي جدا جدا في مجريات الحياه عامه، مش في البيزنس بتاعي انا بس. تمام. حضرتك في برزنتيشن اسمه تحفيز الذات، يعني انا مش مستنده في التطوير الابداعي، يعني مش حضرتك تستنى من حد ان هو يحفزك، لو استنيت من حد ان هو يقول لك اعمل مش هتعمل، لا انت ابدا من نفسك. انت تقصدي ان انا في حد محتاج حد يديه طاقه ايجابيه ويحفزه على طول؟ لا. لازم انا كشخص يكون جوايا تحفيز من ذاتي، من جوايا انا، يعني كل الناجحين كل معظمهم كان التحفيز داخلي، يعني خارج من داخلهم، مش منتظرين حد يقول لهم انت اعمل كذا، او هو اللي يحط لهم خططهم او اهدافهم اي يوصلهم للطريق. ماشي، ده كله كويس وجميل ومساعده وسبورت ليا، بس انا بتكلم ان الانسان لازم يكون عنده تحفيز داخلي من جواه، هو اللي هيوصله، لان الطريق صعب. تمام جدا، لازم فيه عثرات. تمام جدا يا زين. فلو هو كل مره استنى ان حد يقول له قوم، مش هيقوم، هيجي وقت يكسل ويتكاسل ومش هيقدر يقوم، وحالته النفسيه هتتاثر وممكن يقع والكلام ده كله، لكن لازم هو يكون جواه عزيمه واراده. ده اللي انا اقصده. هرد على ممكن يكون بعض الجمل اللي انت قلتيها دي دلوقتي. لو الشخص عنده تارجت وهدف في حياته، هو مش هيفرق معاه حاجه، وهيكون دايما بيحفز نفسه، وهيكون دايما عنده شغف وعنده طموح، فعنده دافع بيشغله. النهارده لو انا راكب عربيتي وانا مش عارف انا رايح فين، فانا هكسل، ممكن الف بيها وارجع تاني. طب لو انا طالع من القاهره رايح اسكندريه، رايح الشرقيه، رايح اسوان، رايح اسكندريه، رايح اسماعيليه، بورسعيد، اي محافظه، فانا محدد انا رايح فين. فانا طلعت وعارف انا رايح فين، ايه اللي يخليني ما اوصلش، او ايه اللي يخليني ما كملش في الطريق او في الرحله بتاعتي؟ ان انا مش عندي تحديد لاهدافي. وده ممكن يكون ناس كتير جدا جدا بيشتغل او عايش حياته، لما تيجي تقول له انت عايش ليه، هو عايش عشان ياكل ويشرب بس. طب انت دورك ايه في المجتمع؟ يقول لي انا ايه المطلوب مني، يعني ما انا شغال زي الناس اهو. ايوه، انت قدمت ايه لنفسك؟ قدمت ايه لاهلك؟ قدمت ايه لبيتك؟ قدمت ايه لصداقتك؟ قدمت ايه لعيلتك؟ انت عايش ليه؟ بلا هدف، بلا هدف وبلا طموح. وكلام الناس دايما هو اللي بيأثر فيه، علشان هو مش عنده تارجت واضح ومش عنده هدف واضح، فدايما كلام الناس بيأثر فيه. لو واحد قال له انت حلو فمبسوط، لو واحد قال له انت وحش فبيزعل. في واحد تاني ملوش علاقه، هو عنده ثقه بالنفس عاليه جدا جدا، لان هو عنده هدف وحلم هو ماشي عليه. هقول لك بس قصه بسيطه كده. ممكن يكون في شركه بناء، كانت شركه معمار ماسكه مبنى كبير جدا جدا، علشان خاطر المبنى ده يقوموه. ففي وقت من الاوقات مدير العمال او مدير الناس اللي ممكن يكون بيوزع العمال في المنطقه، الشخص ده بكل بساطة وبكل وضوح ادى الخطة لواحد تاني شغال معاه. فراح المكان علشان خاطر كانوا طالعين يبنوا الدور الـ30. فالمهم راح في المكان، فلما دخل المكان فدخل العمارة تلاقي الأسانسير عطلان، فعشان يطلع الدور الـ30 ده كان صعب جدا جدا. فالمهم خدوا السلم او فضلوا يطلعوا 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 لحد لما وصلوا الدور الـ30. فلما وصلوا الدور الـ30، ففي واحد من الناس اللي موجود معاهم قال لهم يا جماعة احنا عملنا حاجتين،
حاجه كويسه جدا جدا وحاجه وحشه جدا جدا. قال له ايه الكويس اللي انت عملته؟ قال كويس اللي احنا عملناه ان احنا طلعنا الدور ال 30. قال له ايه الوحش؟ قال له ان احنا طلعنا المكان الغلط. في ناس كتير جدا بيفضل يهدر من حياته وقت كتير جدا جدا في المكان الغلط، مضيع طاقته ومضيع وقته ومضيع عمره ومضيع شبابه في الحته الغلط. هو كده كده الوقت بتاعك هيضيع، استثمره في المكان الصح. طب لو انا مش عند الطريق او انا مش عند الرؤيه ان انا امشي الطريق الصح، من الاخر كده الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. بص على الصحبه اللي حواليك، لان كل شخص هو يتمثل داخله باول خمس اشخاص محيطين بيه، يعني الخمسه اللي محيطين بيك. لو النهارده الاستاذه هند قالت لي انا مصاحبه ليلى وابراهيم وتهاني وسلوى، بمجرد ما انا عرفت الناس دي انا عرفت الاستاذه هند، انا من غير ما اعرفها. ليه؟ هي هتكون واخده اطباعهم، والمرتب بتاعك ودخلك متوسط دخل الناس اللي حواليك. فالنهارده في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك المرء على دينه خليله، فلينظر احدكم من يخالل. صحيح صحيح. ففكره ان النهارده انا عايش في حته معينه، انت النهارده بتختار الصحبه، بتختار الوقت، بتختار طريقك، بتحدد اهدافك واحلامك، وتبقى عارف انت عايش ليه. حضرتك معانا تليفون، نستقبل بس التليفون. معانا المهندس حسام عبده، المدير التنفيذي لشركه فايا. مستر حسام، الو. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك يا فندم. هند، ازي حضرتك عامله ايه؟ بخير والله. حضرتك النهارده حلقتنا، مليون الف مبروك على البرنامج العظيم الجميل ده. الله يبارك في حضرتك، بدايه قويه ان شاء الله باذن الله، وبدايه موفقه باذن الله. يعني يا رب دايما باشخاص زي حضراتكم كده، كلكم تفاؤل وايجابيه وامل في الحياه والله. ربنا يخليك يا فندم. وطبعا يا الف مرحبا بمستر محمد عبده، منورنا دايما في كل مكان. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا يا استاذ حسام. طبعا من الشخصيات الغنيه عن التعريف، ومن الشخصيات المحبوبه جدا جدا لشباب كتير جدا. ممكن يكون الشخص ده سبب في نجاح كتير جدا، ناس كتير جدا جدا في مصر وفي الوطن العربي. يا اهلا وسهلا بك يا فندم. بجد انا متابع برنامجك ما شاء الله، حاجه مشرفه جدا. يعني حضرتك برنامجنا بيتكلم عن النجاح، هو اساسا اسمه شهاده نجاح، فبيتكلم عن النجاح والطموح وازاي الشباب يوصلوا لاهدافهم، يوصلوا ان هم يحققوا اهدافهم. فطبعا بما ان حضرتك مدير لشركه ليها وضع في السوق وليها اسم زي فايا، فممكن تفيدنا بخبره حضرتك وتوصل رساله لاي شاب يحب يوصل للليفل ده يعمل ايه؟ الاول يا زهنت، انا عايز اقول لحضرتك يعني فكره النجاح في حياتنا، وان انا اكون حد بفكر في النجاح وبسعى ليه، لازم الاول نكون فاهمين كلنا كاشخاص ان النجاح واجب على كل واحد فينا، ان هو يكون بيسعى وبيجتهد كل يوم اكثر من التاني. والضمان الوحيد ان انا افضل ناجح ان انا اسعى النهارده اكثر من امبارح، واسعى بكره اكثر من النهارده. بس القصه كلها ان انا اكون بس الاول عندي استعداد وعندي رغبه اكيده، واكون فاهم يا فندم ان النجاح ده هو عباره عن عماره كبيره جدا جدا، العماره دي بنبنيها دور ورا دور ورا دور وهكذا. بس لازم نكون برضه فاهمين ان النجاح هو التزام، النجاح هو سعي، النجاح هو عباره عن تشالنج او تحديات هنقابلها في حياتنا. باختصار يا فندم، رحله نجاح اي شخص نجح في الدنيا كلها كانت عباره عن صعوبات مر بيها وتحديات كبيره جدا جدا مر بيها. هو كسر كل الكلام ده كله لان هو فاهم ان حضرتك النجاح ده ما بيكونش نجاح لشخصك، انت لما بتنجح النجاح بيكون تاثير على اهلك وعلى اصحابك، مش كده وبس، ده بيكون كمان على وطنك وبلدك وكل مكان انت عايش فيه. النجاح يا فندم مش فلوس بس، النجاح بيكون عباره عن خدمه، انت بتقدم خدمه للمجتمع انك اصلا تنجح. وبالتالي دي ميزه. انا يا فندم لو اتكلمت عن فكره النجاح دوت لازم يعني انا ممكن اخد كتير جدا عنه، لكن عايز اقول لحضرتك باختصار شديد جدا جدا، رحله النجاح ديت بتعوز حتى عنده اراده وعزيمه وعنده صبر وعنده استمراريه في العفو وكل الكلام الجميل ده. فبالتالي يا القصه كلها ان في ناس بتكون شايفه النجاح جميل وزي الفل وتمام تمام، ولكن في ناس بتدخل على نفسها بالسعي وتكون متخيله ان النجاح دوت هو عباره عن اشخاص معينه اللي بتنجح بس في الحياه، وان الاشخاص اللي بتنجح دي ناس بيكونوا عندها قدرات خاصه. انا باكد لحضرتك ان النجاح ده مش محتاج حد يكون عنده قدرات خاصه او حد يكون عنده حظ معين. لازم يكون انا من جوايا عندي رغبه اكيده للسعي والنجاح، وان انا عندي استمراريه في العمل. فبالتالي يا زهند انا لو اتكلمت كتير جدا هتكلم كتير جدا جدا في الحته دي، ولكن عشان وقت البرنامج ووقت حضراتكم عايز اقول لحضراتكم يعني القصه كلها ان طول ما احنا بنسعى وبنجتهد اكيد ان شاء الله باذن الرحمن ربنا حاكمنا وربنا حوفقنا. عشان كده يمكن يكون كان برنامج او ملف شركه فايا اتعمل عشان كده، لما عملنا ملف
فايا او عملنا مشروع فايا، كان الموضوع بالنسبه لنا احنا كنا مركزين على 5 نقاط مهمه جدا جدا، ان احنا نقدر نساعد كل شخص موجود في العالم كله ان هو يقدر ينجح ويحقق لائحه دي جدا. يمكن 5 نقاط سريعا اقول لحضرتك، ان كانت جوده فكره شركه فايا او جوده الملف بتاع فايا كانت جوده قويه جدا جدا. مش كده وبس كمان يا فندم، ده كان في كمان ان النقطه رقم 2، احنا كنا دايما بنسعى ان احنا نوفر الاحتياجات المطلوبه للسوق، وان الفكره دي السوق محتاجه كتير جدا. النقطه رقم 3 يا فندم كانت الخبره في التنفيذ، ان احنا فعلا عندنا ناس عندها خبرات عاليه جدا من 8 و9 و10 سنين بتنفذ ملف فايا. كمان النقطه رقم 4 والمهمه جدا جدا في ملف فايا، هي فكره ان احنا بنتوسع في المشروع بتاعنا وبننتشر بشكل كبير جدا جدا في كل حته، ممكن اقول لحضرتك في العالم كمان. اخر نقطه واخيرا يعني، هي فكره التطوير المستمر، او فكره ان احنا بنسعى لفكره نعمل كل يوم تغيير ونعمل كل يوم تحديث مع مجريات الامور اللي بتحصل النهارده في العالم. بجد يعني طبعا انا يعني كان نفسي اكون موجود بحضراتكم النهارده، ولكن الظروف طبعا ما سمحتش، ولكن مش عايز اطول مع حضراتكم في المكالمه كتير عشان ما اضيعش وقت البرنامج، ولكن بجد يعني عايز اقول ان البرنامج برنامج رساله نجاح، هو فعلا برنامج فعلا هيقدم رساله قويه جدا جدا، وانا متفائل جدا جدا بيه، وبجد يعني ربنا يكرم حضرتك ويوفقك في البرنامج وتكون بدايه قويه جدا جدا ليكم. وبشكر طبعا لسه محمد عبده على اليوم الجميل النهارده، وبشكر حضرتك طبعا على اليوم الاكثر من رائع، وربنا ان شاء الله يكرم كل شخص عنده استعداد ان هو فعلا يقدر يعمل نقله كبيره باذن الرحمن في حياته. ان شاء الله هيكون لينا لقاء مع حضرتك باذن الرحمن. يا فندم ده انا شرف عظيم ليا. وشرف لينا والله، شكرا شخصية جدا زي حضرتك. شكرا جدا جدا يا مستر حسام عبده، وانت اديتنا طاقة كبيرة وتفاؤل في الحلقة بصراحة يعني. مستر محمد طبعا التفاؤل كله وحضراتكم ما شاء الله بجد يعني، القصة لما يكون قدامك نماذج ناجحة زي هند وزي حضرتك، فالواحد بجد يعني بيكون فخور بانه بيشوف شخصيات ناجحة وعندها إصرار وعندها رغبة أكيدة في النجاح، الموضوع بيكون فعلا فارق بشكل كبير جدا يعني. شكرا جدا جدا يا مستر حسام، شرفتنا في الحلقه، وده شرف كبير جدا لينا يعني. شكرا مستر حسام على مداخلتك، المدير التنفيذي لشركه فايا. شكرا يا فندم. نرجع لحلقتنا، وحضرتك طبعا يا استاذ محمد اكيد اكيد قابلت تحديات وصعوبات في حياتك، مفيش حد بيوصل بيطلع اسانسير. طبعا جدا جدا لازم في سلالم ومحطات نوريها في حياتك. انا عايز اقول لك احنا قاعدين دلوقتي وفي اضاءه وفي نور بسبب شخص كان يقال عليه فاشل. تمام. اديسون مخترع المصباح ده كان بيقال عليه فاشل. تمام. بس بسبب ان هو عنده اصرار وعنده طموح وعنده عزيمه، حاول وما حاولش مره واثنين وثلاثه واربعه، الراجل ده علشان المصباح ده ينور حاول 999 مره، وفي المره الالف اللمبه نورت بسبب اصرار شخص ان اللمبه هتنور. اللمبه النهارده منوره للعالم كله، كانت فكره في دماغ شخص، الموبايل ده كان فكره في دماغ شخص، الطياره كانت فكره في دماغ شخص. صح. اعتقد الافكار دي بتترجم على ارض الواقع، لازم يقابلها تحديات ولازم يقابلها صعوبات ولازم يقابلها معارضات، ده طبيعي جدا جدا. ولو في حد نجح ما قابلوش معارضات هو كده ما نجحش، هو كده ماشي في طريق غلط. لو هو اصلا ماشي في الطريق والطريق ده ورد قدامه، ده مش طريق نجاح، بدليل ان اي حد لما بنشوف قصة نجاح في حد مثلا اتولد في مكان بسيط او اسره بسيطه، ليه قصه محمد صلاح مسمعه قوي مع الناس ومعلمه مع الناس؟ محمد صلاح ده والده مش كان لعيب كوره كبير، ولا هو مثلا كان من الناس من الناس الاغنياء في البلد، اشتغل على نفسه، بس اشتغل على نفسه وكان بينزل وبيشتغل ومش كان فارق مع اي حاجه. وفي بدايه مشواره لما تم رفضه من الاهلي والزمالك، الراجل ده ما يأسش ولا احبط ولا الكلام ده حصل له. لما كان بيرجع ويقول لاصدقائه انا الاهلي رفضني او الزمالك رفضني، فبقول له انت اخرك المقاولين العرب، انت مش هينفع اصلا تكبر في حياتك. لما الراجل ده رمى كل الكلام ده ورا ودانه وبدا يشتغل على نفسه وطور نفسه، النهارده بقى بيتصنف من افضل 3 لعيبه على مستوى العالم كله. النهارده النجاح ده مالوش محمد صلاح، لا يمتلكه لوحده، محمد صلاح يمتلكه، الدوله تمتلكه، انا فخور بيه، انت فخوره بيه، مصر كلها فخوره بيه. الاطفال الصغيره ده، الاطفال في البيت نفسي ابقى محمد صلاح، ده الاطفال الصغيره بتتكلم. أيوة. يبقى الراجل ده نجح، بس ده مش نجاح شخصي، ده نجاح دوله. النهارده محمد صلاح بيستثمر في البلد، محمد صلاح النهارده ممكن يكون بي 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 بسببه في ناس كتير جدا قدر يساعدها وقدر يكبره. لو هو واحد عادي النهارده، حتى لو هو ما بيساعدش، بس النهارده هو شخصيه ناجحه وموجوده في المجتمع، في ناس اصلا متخصصه ان ازاي ان انا حارب النجاح وازاي ان انا اقف ضد النجاح. هو مش عارف اللي بينجح ده عمل ايه، بس هو يشوفه يقول لك لا ده غلط، ده صح، ده عمل، ده ما عملش، ده راح، ده ما جاش، هو كلام بس. انما تنفيذا على ارض الواقع، الاشخاص اللي بينتقد هو لا بيقدم ولا بيأخر. لو واحد جه قال له في حياتك انت دورك ايه، انت عايش ليه،
هو مش عارف يرد عليه. ففي ناس بتنتقد الناس الناجحه، ده طبيعي جدا. ولو انت مالكش اعداء يبقى انت شخص غير ناجح. صح، النجاح لازم يكون فيه شويه اعداء، ولازم يكون فيه محبطين، ولازم يكون فيه سلبيين، بس لما يكون البني ادم فينا عنده تارجت وهدف واضح بيعرف يوصل ليه. انا قلت لك من شويه لو انا مسافر رايح محافظه من المحافظات والطريق ده اتقفل، انا بخلق طريق تاني وبقول ادخل منين اروح فين. انما في واحد تاني اول ما يطلع الطريق ده قفل، لا الف وارجع، خلاص خلص هو الطريق قفل. او يقف بقى يضرب لحمه ما يعرفش يعمل هو ايه، هو ما يعرفش. انما في واحد تاني عشان هو اصلا الموضوع فارق معاه فبيحاول ادخل من هنا ادخل من هنا، اشوف شارع تاني، اشوف طريق تانية، اشوف وي تانية. ليه؟ لان هو عنده هدف. انا عايز، لازم اروح المشوار، لازم احضر الفرح المناسبه او الامتحان بتاعي، لازم احضر. ليه؟ بيخلق طرق مفيش حد بيقول عليها، بس بيشغل الجي بي اس، بيخلق طريق تاني، بيسال، مش بيلف وبيرجع. طب اللي مش عنده هدف او الموضوع مش فارق معاه، فاول ما بيحصل عنده دروب او تشالنج، لا لف وارجع تاني، خلصت. فمجرد ما واحد يقول له اصل غيرك اشطر، لا المشروع هيفشل، بدليل ان كل المشاريع اللي في العالم في مشاريع ناجحه وفي مشاريع ناجحه، في مشاريع ناجحه وفي مشاريع فاشله، وده طبيعي. هو نفس المشروع، في واحد بيعمل مشروع وبيبقى الاثنين مع بعض، بس ليه فلان نجح وليه فلان فشل؟ انا في المدرسه في ناس بتنجح وفي ناس بتفشل. صح. بس اللي نجح ده نجح ليه؟ اهتمامه بالعلم، اهتمامه انه عايز يطلع الاول، وكان خوفه. اكتر بني ادم بيخاف في الفصل هو الشخص اللي بيطلع الاول في الفصل، ده اكتر واحد بيبقى خايف، بس خوفه خوف نجاح، انا خايف لا اطلع الثاني، ده خوف النجاح بقى. في شخص بقى خايف لما يبقاش فيه غش في اللجنه، خايف لما اعرفش. استاذ محمد الموضوع محتاج وقت كبير. اه طبعا. استاذنك بس نطلع فاصل ونرجع نكمل تاني. اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم، اوعوا تغيروا المحطه، في كلام لسه كتير. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونكمل بقيه حلقتنا عن النجاح وتحقيق الاهداف مع مستر محمد عبده. في سؤال مهم جدا احب اساله لحضرتك، ايه هي الرساله اللي تحب توجهها للشباب؟ رسالتي لاي شاب مصري او اي شاب عايش في مرحله الشباب، بقول لك دي احلى مرحله سنيه في عمرك. استغلها ان انت تعمل فيها حاجه. طيب ايه دورك اصلا؟ لازم تكون فاهم ان الانسان بدون هدف كالمركب بدون دفه. يعني انت لو مش عندك هدف في حياتك عامل زي اللي نزل اصلا في البحر وراكب المركب مش عارف يروح فين. طب ليه احدد اهدافي او ليه احلم او ليه اكبر؟ لازم تكون فاهم ان الحلم ده جاهز للتنفيذ، بس انت اللي هتاخد فيه قرارات، انت اللي هتكون مسؤول عن القرارات اللي انت بتاخدها في حياتك. ولازم تكون فاهم ان اي شخص في الحياه هو اللي مسؤول عن قراراته، وهو اللي مسؤول عن اهدافه، وهو اللي مسؤول يبقى حلو ووحش، وهو اللي مسؤول يبقى غني وفقير. مش عيب ان انا اتولدت وحش، بس العيب ان انا اكمل حياتي في نفس النطاق اللي انا عايش فيه. تمام كده. طيب ليه الناس ما بتاخدش اهدافها؟ يعني ليه الشخص اصلا ما بيحققش اهدافه؟ في بعض النقط انا عايز اتكلم فيها. السبب الاول هو الخوف. اي بني ادم بيخاف يعمل حاجه جديده، يقول لك هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، انا طلعت لقيت ابويا بيعمل كذا فانا بعمل زيه. حلو جميل، ما فيش مشكله، بس لازم يحصل عندك ابديت، او لازم يحصل عندك تحديث، لازم يحصل عندك تطوير. ليه؟ لان العالم كله بيتطور من حواليك، فانت لو بتخاف من التطوير وبتخاف من حاجات الجديده انت مش هتعرف تعمل اي حاجه تماما. والدي ووالدك حلو، بس والدي ووالدك لما كان في البيت تلفزيون ابيض واسود زمان كان ده بالنسبه لهم الاعجاز العلمي. النهارده اللي بيحصل حوالينا ده لازم تكون انت فاهم في مقارنه. ففي بشر اخترعت حاجات جديده، لازم تكون انت قلبك جامد. واي واحد علشان يوصل لهدفه واحلامه لازم يتخلص من فكره الخوف، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون او الناس اللي ممكن يكون بتخاف تحدد اهدافها واحلامها، الناس دي بتخاف ليه؟ لان النظره للذات بتكون نظره تشاؤميه. هو شايف ان الدنيا صعبه والامور صعبه والحياه غاليه وانا مرتبي ده هعمل بيه ايه، وانا اللي جاي على قد الرايح، ويا استاذ محمد هعمل ايه، والكلام ده كله. ده هو شايف هو مستقل بنفسه، او ثقته بنفسه قليله جدا جدا. دايما نظرته للحياه ممكن يكون اصلا نظره تشاؤميه. السبب الثالث التاجيل والتسويف، يقول لك ان شاء الله بكره هعمل كذا، خليها بعده. طب خليها بس الاسبوع الجاي، طب خليها الشهر الجاي، طب في نهاية السنة دي إن شاء الله 2021 إن شاء الله تكون سنة جميلة. لأن 2020 زي ما أنت فاهم أنا مش هينفع أفتح فيها مشاريع، وما ينفعش أخد قرارات جديدة، أنت شايف السوق عامل إزاي والكلام ده كله. بيحصل صح؟ آه طبعا بيحصل. لازم أفهمه إن في ظل الأزمة اللي أنت شايفها دي في ناس حققت نجاحات كبيرة في عز الأزمة وفي عز الظروف اللي أنا عايشين فيها، في ناس ممكن يكون عملت نجاح ساحق. قلنا من باطن المحنة بس بتولد المنحة طبعا. نتعلم. فانت النهارده مثلا احنا عندنا او احنا في وقت ممكن تشالنج او 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 مشكله، او احنا النهارده في محنه
بس النهارده ناس خلقت من وسط المحنه منها منحه، وده ممكن يكون السبب الثالث. السبب الرابع عدم الاعتقاد، لا يؤمن بالاهداف. يا عم سيبك من كلام التنميه البشريه وسيبك من الكلام الحلو ده، احنا سمعنا كتير وعملنا كلها شعارات وكلها شعارات وبتاع صح صح. وبنسمع يا باشا أيوة وبتاع صح. وقصه من دي، دايما هو مش مقتنع بذاته، ودايما ممكن يكون عدم الاقتناع وعدم الاعتقاد في الذات هو بيدمر الشخص وبيخليه مش عارف ياخد حاجه جديده. النقطه الخامسه والاخيره عدم المعرفه بالشيء. في واحد مثلا شايف في ناس بتعمل حاجه معينه بس هو ما يعرفش، ومحروج يسال ومش عاوز يسال، وحلو كده انا سمعت من اكس مش عارف مين قال ده مش عارف الموضوع شكله ايه، الموضوع ده وحش، الموضوع ده مش حلو، انت سمعت، انت عندك علم بيه، عندك معرفه بيه؟ لا. لا، يبقى انت المفترض تعرف الحاجه قبل ما ترفضها. النهارده ما ينفعش ارفض حاجه انا ما عنديش علم بيها ولا عندي درايه بيها. ممكن يكون الناس اللي حواليك كلها ممكن تكون ممكن تساعدك في طريق نجاحك وتوصلك، بس بسبب ان انت سمعت كلمه وحشه عن واحد معين فخلاص انا مش عايز اعرف ومش عايز اوصل. فالطريق ده يا جماعه ممكن يكون اصلا، او الخمس نقط دي اللي بتخلي الشخص بيبقى مش عارف ياخد قرارات. عايز اقول لك يا استاذه هند ان ممكن يكون جامعه من ضمن الجامعات الالمانيه صنفت البشر ده لثلاث انواع. قال لك نسبه 83% دول ناس اصلا عايشه وبس، اكل اشرب رايح شغلي راجع الشغل بنام باكل بشرب بس وعايش كده، بس هو ما عندوش اهداف ولا عنده احلام، هو نفسه هو بيتمنى، هو شخص بيتمنى. دي نسبه كام؟ نسبه 83% ناس عايشه وبس. هو بيروح شغله بيمضي حضور بيمضي انصراف اللي عليه بيعمله، مع احترامي ليه هو حاسس ان هو انسان آلي ما بيضيفش، ما حتى في شغله ما بيقدرش يضيف، ما بيقدرش يبتكر، ما بيقدرش يتطور. ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نعملش حاجه جديده؟ ما نطورش في حاجه؟ دايما هو عايش وبس، انا يا عم اسكت خلينا ماشي جنب الحيط وانا كده حلو وجميل ولذيذ بس كده. يبقى دي نسبه كام؟ نسبه 83%. بقى عامل زي الاله اللي خلاص ما بقتش بتتحرك ومتوقفه. انا بعتبر ان ده انسان آلي ما بيعملش حاجه. ايوه، لما اجي اقول له انت ضفت ايه؟ عملت ايه؟ انت قدمت ايه النهارده؟ ليك ولا لاهلك ولا لوطنك ولا لمستقبلك ولا لحياتك؟ ايه الجديد اللي انت عملته النهارده؟ مفيش جديد. هو عايش كده، ممكن تلاقيه عايش كده عنده 40 50 60 سنه هو عايش بنفس المديول ما بيتغيرش، وبيخاف من التغيير وبيخاف من التطوير. ودي نسبه كام؟ نسبه 83% البشر. نسبه 14% الناس دي عندها اهداف بس مش كاتبينها، فجت جت ما جتش ما جتش. يعني انا نفسي مثلا اعمل كذا ونفسي اعمل كذا بس هو مش كاتب، هو بيقول لك انا مترجم هنا. انا عقلي ده يا باشا راسم في كل حاجه وفاهم، انا بفهم وانا عارف. والناس دي بتبقى بتفهم في كل حاجه وبيعرف في كل حاجه، بيتكلم في السياسه وبيتكلم في الرياضه وبيتكلم في الاقتصاد وبيتكلم في الكورونا وبيتكلم في كل حاجه. ابو العريف. ده ابو العريف. وده يقول لك لا انا عارف انا هوصل ازاي وهعمل ازاي، مش لازم اكتب. اكتب ايه يا عم؟ هو انا بتاع كتابه كله هنا. كله هنا يا باشا. هو تيجي تقول له اكتب عشان تعرف تشتغل عليه، يقول لك يا باشا بعد ما شاب ودوا له كتاب. كتبت يا باشا؟ الكتابه دي انت اللي تمسك ورقه وقلم، انما انا مش بتاع ورقه وقلم انا. فدي نسبه كام؟ نسبه 14%. نسبه 3% من البشر عندها اهداف واضحه وصريحه. كاتب انا بعد اسبوع هعمل ايه؟ بعد اول شهر هعمل ايه؟ في نهايه السنه دي انا تارجت ايه؟ طبعا اللي كاتب الاهداف والاحلام وعامل لنفسه محطات، الشخص ده هو النهارده صاحي عارف هو رايح فين وجاي منين. شخص مركز جدا جدا في حياته، مش شاغل دماغه بالناس اللي حواليه، مش شاغل باله بالمحبطين، مش شاغل باله بالسلبيين، مش شاغل باله ايه اللي حصل في البلد، اللي التفاصيل اللي بتحصل عليه، هو مش شاغل باله بحد، هو مركز جدا جدا في شغله وفي حياته ومتارجت. انا النهارده مثلا شغال في مجال او شغال في مهنه او شغال في صنعه او شغال في التدريس او شغال في التوجيه او شغال في المحاماه، شغال في القانون، شغال في اي مجال، انا عندي هدف واضح من المجال او من الوظيفه اللي انا شغالها ومتارجت لنفسي ان انا هعمل كذا وكذا وكذا. ودي الخمس انواع، او دي ممكن يكون ببساطه شديده ممكن يكون دول الثلاث اشخاص اللي ممكن يكونوا موجودين في البشر. اكيد كل واحد من المشاهدين انت اكيد انت عرفت انت انهي واحد منهم. انا عارف ان في نسبه كبيره جدا هي شايفه نفسها من 3%، والنسبه الاكبر شايفه نفسها 14%، والنسبه الاكثر والاكثر هو شايف نفسه من ال 3%. بس ممكن يكون دي الحاجات اللي بتمنع الناس، او الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها ممكن يكون دي بعض الحاجات اللي بتمنع الشخص انه يوصل لاهدافه واحلامه. بجد هي مش بعض الحاجات، هي كل الحاجات، بس اللي ياخد باله منها فعلا ويركز في التفاصيل اللي حضرتك قلتها والبوينت اللي حضرتك قلت فعلا 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 والله لو كل واحد خد باله من البنود اللي حضرتك قلتها دي هيوصل. مش عايز اقول لك ان حلقتنا خلصت. لا ده انا لسه عايز اقول كتير. هيبقى لينا ان شاء الله باذن الرحمن. انا حاسس ان الحلقه اتخطفت ليه كده. صح كده. انا كنت عايز اتكلم في فكره النجاح برضه طعمه حلو، والكلام عن النجاح طبعًا حلو. طبعا النجاح حلو وطعمه حلو وطعمه جميل.
وكنت بس عايز اضيف اخر نقطه يعني في الكنترول، مش عايزين يزعلوك. تمام ماشي تمام. معاك دقيقتين متشكرين جدا لاسره الكنترول خلاصه وعصاره النجاح. تمام. كنت عايز اقول بس للشخص، هو ليه انجح وليه ابقى حلو وما نعيشه بس؟ انجح علشان اهلك، انجح علشان نفسك، انجح علشان زوجتك، انجح علشان اولادك، ولادك في المستقبل اللي يفرحوا بيك، تكون انجح انت عشان الوطن اللي انت عايش فيه. انجح عشان الاسره اللي انت فيها. انجح علشان الشارع والحي والمركز والقريه والمدينه اللي انت عايش فيها. انجح عشان طعم النجاح حلو. النجاح طعمه حلو جدا جدا جدا, جداً. القاع ممتلئ، القاع ممتلئ، طعم النجاح أيه. حلو قوي 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 او فوق ما تتخيل. هو بس هيقابلك شويه تعب. ايوه انا عارف ان هيقابلك شويه تعب وشويه صعوبات، بس لازم تكون فاهم ان اي مريض علشان يرتاح لازم ياخد علاج، والعلاج طعمه مر، والعلاج طعمه مر. انجح علشان انت محتاج تنجح، انجح علشان خاطر ما تمدش ايدك لحد، انجح علشان خاطر تساعد بلدك وتساعد وطنك وتساعد اسرتك وتساعد كل الناس المحيطه بيك. انجح علشان تبقى ايجابي، انجح علشان تبقى بوزيتيف، انجح علشان خاطر ما تبقاش عايش في المود السلبي. اطلع من الدائره اللي انت عايش فيها، اطلع من الافكار اللي انت اصلا لسه متماسك بيها. انجح علشان انت محتاج تنجح. انجح انجح، لان النجاح قرار، النجاح قرار، النجاح قرار. شكرا لك يا استاذ هند، واسف على الاطاله، وبشكر اسره برنامج شهاده نجاح كلها جدا جدا، وربنا يفتحها عليكي ويبقى برنامج جميل جدا جدا. شهاده نجاح فعلا اسمع المسمى. حضرتك نورتنا يا مستر محمد عبده، المدير لمنظومه ضوء اورجانيزيشن، وحضرتك والله بجد 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 كلك طاقه ايجابيه وتفاؤل وعزيمه واصرار على الوصول. وفعلا ان الانسان يحط خطط واهداف لحياته هو ده اللي هيوصله للنجاح. وفي شهاده نجاح دائما هيكون معانا ان شاء الله شخصيات كلها نجاح، مش شرط تكون مشهوره، حتى لو طالب وصل للي هو عاوز يوصل له، سواء ان هو يبقى مهندس او يبقى طبيب او يبقى مدرس او اي حاجه، اي شاب وصل لاي حاجه في حياته، كان مشروع صغير وكبر، اي حاجه بسيطه، فكره بسيطه ووصلها للاخرين. النجاح حلو، النجاح طعمه جميل، النجاح حلو والنجاح طعمه جميل، بس اللي يسعى واللي يكون عنده اصرار ويكون عنده عزيمه. طبعا حلقتنا خلصت، اتمنى اكون كنت ضيفه كل ايجابيه وامل وتفاؤل عليكم. كانت معكم هند قطب، انتظروني في حلقه جديده ان شاء الله في شهاده نجاح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.